بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس، نور للأمل ثابت. السلام عليكم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. النهاردة إن شاء الله نكمل الكورس الخاص بالـ Financial Business Process بنظام SAP. المحاضرة اللي فاتت كنا ابتدينا في الجزء الخاص بالأكونت بيبل، وشفنا الماستر داتا، وعرفنا ايه الحاجات الأساسية في الأكونت بيبل، ايه هي الـ FI Invoice وايه الـ Logistics Invoice، وعملنا FI Credit Memo. النهاردة إن شاء الله هنكمل وهنبدأ إن احنا نشوف الـ Payment، ونشوف إن شاء الله اللوجيستكس انفويس اللي هي الخاصة بإدارة المشتريات واستلامات المخازن والكلام ده كله. احنا المرة اللي فاتت شفنا الانفويس وشفنا الكريدت ميمو. النهاردة ان شاء الله عايزين نفهم حاجة جديدة الـ FI اسمها Special GL. في عندي حاجة اسمها Special GL اللي هي Special Transaction. زي مثال ليها ان انا Vendor دفعت الـ Vendor Down Payment قبل ما يورد لي اي بضاعة او اي حاجة. طيب يعني ايه Special GL؟ هنفهم يعني ايه Special GL، وان شاء الله نشوف الـ Foreign Currencies ونشوف الـ Logistics Invoice مع بعض. تعالى نفهم يعني ايه Special GL. طيب احنا المرة اللي فاتت فهمنا ان انا لما بيكون عندي موردين، عندي مثلا فيندور رقم واحد صح، وفيندور رقم اثنين، كل الفيندورز وفيندورز كتير قوي، كل الفيندورز دول بيكون في حاجة في الماستر داتا الخاصة بيهم اسمها ريكونسيليشن اكاونت، صح كده؟ اسمها ايه؟ ريكونسيليشن اكاونت. قلنا الريكونسيليشن اكونت ده هو الجنرال ليدجر اللي هو مثلا حساب الموردين المحليين، مجمع لي توتال الموردين كلهم في حساب واحد خاص بيهم، بيشيل توتال الارصده اللي هو الحساب اللي بيظهر في الميزانيه معانا. طيب كلام جميل قوي. انا النهارده لو انا هدفع للفندور ده او الفندور تعاقد معايا قال لي عشان اورد لك البضاعه اللي انت محتاجها دي لازم تحط لي مثلا اتليست 20% داون بيمنت في حسابي. كلام جميل قوي. انا لو بتعامل مع المورد ده بالاجل، فالطبيعي الفواتير اللي انا بدخلها عندي في الشركه دي تعتبر التزامات عليا، لايبيليتي، صح كده؟ لايبيليتي عليا، لان الراجل ده جاب لي بضاعه اللي هي الاسيت، في عندي لايبيليتي ان انا المفروض اسدد الفلوس دي للمورد. طيب لو انا النهارده دفعت له داون بيمنت قبل ما يجيب لي البضاعه دي، فمعنى كده ايه؟ ان الداون بيمنت دي هي مش لايبيليتي، لا ده يعتبر اسيت ليا انا، لان انا لسه ما استلمتش بضاعه فعليه في المخزن، وبالتالي المفروض الحساب بتاعه هيظهر مش على حساب اللايبيليتي اللي هو مش الفندرز، المفروض بيظهر في ايه؟ حساب اسمه ايه؟ داون بيمنت. تمام؟ حساب ميزانيه اسمه داون بيمنت مش حساب الليبل. طيب فانا عشان افهم السيستم ان الحساب اللي انت هتبص عليه هو مش حساب الريكونسيليشن اللي موجود في الماستر داتا بتاعت الفندور، فبنحتاج حاجه اسمها سبيشال جي ال انديكيتور. تمام؟ وليكن مثلا ايه؟ عباره عن حرف. تمام؟ فايه دي؟ لما السيستم بيشوفها فبيفهم ان هو مش هيرمي على الريكونسيليشن الخاص بالفندور ماستر داتا اللي موجود في الماستر داتا بتاعته، ولكن هيروح لحساب جنرال اخر اللي هو مثلا ايه؟ الداون بيمنت. معنى كده ان انا دفعت للفندور ده داون بيمنت. فالعمليه دي اللي غير الفواتير الطبيعيه بنسميها سبيشال جي ال ترانزاكشن. تمام؟ فدي فكره السبيشال جي ال ترانزاكشن. وهنشوف ان شاء الله مع بعض.
تمام. طيب فانا دلوقتي عندي فيندور اكونت، تمام، ادي الفيندور اكونت ده رقمه 10، فانا النهارده قررت ان انا ادفع له ايه؟ داون بيمنت، فانا هديبت الفيندور وهكريدت البنك عشان البنك عندي نقص، صح؟ بس انا المره دي هعمل ايه؟ هديبت حساب اسمه جي ال داون بيمنت، تمام؟ مش حساب الموردين اللي هو اللي موجود في الماستر ده. طيب السيستم بيفهم منين ان هو يرمي على الحساب ده، ما يرميش على حساب الموردين؟ عن طريق السبيشال جي ال ترانزاكشن اللي هي حرف الاي، وهنشوفها على السيستم ده، تمام؟ فده السبيشال جي ال ترانزاكشن، تمام؟ فبقول لك ان ايه؟ ان الاماونت اوف 10,000 دولار ده هيظهر في حساب المورد ده، ولكن هيظهر في حساب جي ال مختلف اللي هو الحساب الخاص بالداون بيمنت بدل من الريكونسيليشن اكونت الطبيعي زي ما شفنا المره اللي فاتت. كذلك انا لما باجي بديسبلاي كشف حساب المورد ده وبشوف الترانزاكشنز اللي عليه تفاصيلها بلاقي في الريبورت ليهم تايب. في حاجه اسمها نورمال تايب. النورمال تايب دي ببساطه اللي هي الفواتير العاديه او الايتمز العاديه، سواء دفع او فواتير عاديه. ولكن الحاجات اللي هي سبيشال جي ال ترانزاكشن زي داون بيمنت او انشورنس او وات ايفر ايه المعامله الخاصه مع المورد، فلازم بيظهروا في حاجه اسمها ايه سبيشال جي ال ترانزاكشن. فعلشان ان انت تقدر ان انت تشوفها في التقرير قدامك لازم ان انت تعلم على التشيك بوكس ده، تمام. في حاجه اسمها نوتد ايتم، هشرحها لكم برضه، اقول لكم ايه نوتد ايتم. وقلنا الباركد ايتمز ان انا ايه حاجه عملت لها بار بس ما عملتلهاش فور، فدي بنسميها باركد ايتم. عندي كمان سيلكشن، حاجه اسمها الكاستمر ايتم، لو المورد ده كان في نفس الوقت عميل عندي فبقول له هات لي كمان الايتمز بتاعته اللي هي الخاصه بيه ككاستمر، يعني الفواتير اللي انا بايعها له هاتها لي معاه علشان ابقى شايف صوره كامله في كشف حساب. طيب ان شاء الله بعد كده هنبدا ندخل بعد ما نشوف الداون بيمنت، يعني نبدا ندخل في اللوجيستكس انفويس ونشوف ازاي الكلام ده. طيب تعالى نشوف ديمو على السيستم. انا هشير السكرين معاكم. هنبدا ان احنا نشوف ايه الداون بيمنت. في البدايه تعالى بس نبص على كشف حساب المورد اللي احنا كريتناه المحاضره اللي فاتت. ادي كانت اللاين ايتمز اللي عليه، كان رقمه 116، تمام. نبص كده، يبقى انا مختار النورمال ايتم. كنا عاملين الفاتوره اللي هي ب 965، دي كل فواتير عليه فاتوره مفتوحه وكل الحاجات دي مسدده. طيب عليه فاتوره اللي احنا كنا شغالين على 117، انا اسف ده كان الفندر بتاعنا 117، طب كده كان رقمه 117، لما عملنا له فاتوره 1095 وكان في كريدت ميمو اللي هي الدوكيمنت تايب بتاعتها كي جي، كل دي الحاجات دي من الاف اي يعني ب 99 و ده اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، صح؟ اللي هم التو دوكيمنت. انا دلوقتي لو اخترت حاجه اسمها سبيشال جي ال ترانزاكشن او ده او ده او ده، لو اخترت سبيشال جي ال ترانزاكشن يظهر معايا حاجه زياده؟ ما يظهرش معايا حاجه زياده، صح؟ منين نشوف الداون بيمنت في حساب المورد دي؟ لو دخلنا في الاكونت بيبل دوكيمنت انتري، تمام؟ تلاقي حاجة اسمها داون بيمنت، حاجة اسمها داون بيمنت ريكوست وداون بيمنت. الداون بيمنت ريكوست ده ان انا لو عندي يعني تو ليفل، حد بيكاريت ريكوست يقول والله طلعوا مثلا المورد ده داون بيمنت بمثلا بمبلغ 10,000، فمحتاج ان انت تكاريت ريكوست وبيزت على الريكوست ده حد بيخش يطلع الداون بيمنت، تمام؟ طيب انا هطلع داون بيمنت على طول مباشرة، وبدخل على الترانزاكشن هنا تكتب التاريخ عادي 3/5 مثلا،
تكتب رقم الفندر اللي هو 117 تمام، وبتختار حساب البنك اللي هيطلع منه الداون بيمنت تمام. نختار مثلا حساب بنك كده انت تاني عليه ده ولنفترض ان احنا مثلا هنطلعها بترانس خلاص، ف هنختار ال 11302 ده، نكتب الاماونت، ومثلا احنا هنطلع داون بيمنت بمبلغ 4000 يورو، طبعا العمله هنا يورو تمام. ادي هنا السبيشال جير ترانزاكشن، شايف في كتير ده معمول فيه صح، صح دي علامه الصح دي معناها ان هو مندفع. بص بص انتر كده يقول لي ايه فيل in all required entry fields، يعني معناها هنا ان انا لازم ادخل value دي mandatory، فاختار دي الحاجات اللي موجوده كلها، انا هختار اللي هي الداون بيمنت تمام اللي هي الانديكيتور خلاص. فانا كده ده دي اسمها ايه؟ سبيشال جي ال ترانزكشن. طيب دي فادتني في ايه؟ تعالى اقول لكم فادتني ده الرقم المورد بتاعي. تعالى كده نبص على الماستر داتا نفتكر مع بعض اللي شفناه المحاضره اللي فاتت، وهختار الاكونتنج انفو تمام. الكونستليشن بتاعه اللي محطوط في الماستر داتا كام؟ رقمه 160000 صح كده؟ طيب 160000 تمام جميل. هخرج من هنا خليكم فاكرين 160000، اخش على كشف حساب المورد ده، دي الفواتير اللي احنا شفناها صح المره اللي فاتت. تعالى كده ديسبلاي الاكونتنج انتري ماشي زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت الجنرال ليدجر فيو اهو. مين اللي ظاهر لي هنا؟ كريدت ال 160000 اللي هو اسمه ايه؟ اي بي دوميستيك صح؟ فده الكونستليشن اللي موجود في الماستر داتا اللي احنا شايفينه اللي هو رقمه 160000. تعالى بقى نبص السبيشال جي ترانزاكشن دي ونشوف ان هو مش هيرمي على الريكونستليشن اكونت اللي موجود في الماستر داتا الخاصه في الفندر. ديت انتر اقول له الاماونت برضه نفس الكلام فيو امتى مثلا يوم 1/6/14 كل التاكس كود ماست انتر انا ادخل اللي هو بزيرو ده اللي هو يعني 0% تاكس مفيش تاكس. لو عايز تكتب حاجه في الاسايمنت لو كان رقم ترانسفر ولا حاجه عايز تكتب رقم ممكن عايز تكتب اي تكست دفعه مقدمه يعني زي ما انت عايز تمام مقدمه ممكن تكتبها في الهيدر افضل دفعه مقدمه عن اي حاجه وات ايفر اي تيكست انت طيب تعالى نبوظ على ايه بوظ قال لي دوكيمنت ايه وذ بوظ عندي ديليت دوكيمنت دي ايه اللي حصل؟ خد بالك بقى كريدت البنك ب 4000 وديبت شركه الامل بس هنا جنبيها ايه؟ السبيشال جي ال ترانزاكشن ايه؟ لو شفنا الجنرال ليدجر فيو شفت بقى هنا ما جابش ال 160000 اللي احنا شفناه في الفاتوره العاديه زي هنا شفت هنا المورد لو اي بي دوميستيك لو اللاين بتاع الفندر ده كان على كام؟ 160000 لكن هنا على 159000 اللي هو اسمه بري بيمنت تمام بري بيمنت اذر. فده فكره السبيشال جي ال ترانزكشن ان انا عايز اجمع لحساب انشورنس او داون بيمنت او وات ايفر ايه حاجه غير الريكونسيليشن اللي موجود في المصدر. طيب كلام جميل. دلوقتي بقى لو جيت في كشف حساب المورد ده هنا عندي حاجه اسمها ايه سبيشال جي ال ترانزكشن. بص لو اخترتها لوحدها من غير النورمال ايتم فجاب لي ايه؟ اللي هي الاي دي اللي احنا لسه عاملينها اللي هي دفعه مقدمه للمورد اللي احنا لسه عاملينها اللي ب 4000. لو ما كنتش اخترت السبيشال جي ال واخترت النورمال بس مش هيجيب لي الدفعه المقدمه. كده هيجيب لي الفاتوره اللي احنا عملناها والكريدت ميمو اللي احنا عملناها من الاف اي. لو اخترت الاثنين مع بعض فجاب لي ايه؟ جاب لي الفاتوره والكريدت ميمو وال 4000. لازم نبقى فاهمين كي ار يعني اف اي فيندر انفويس هنشوف النهارده لوجيستكس انفويس كي جي اف اي كريدت ميمو كي زد يعني فيندر بيمنت. انا يعني انا معناه ان انا دفعت لفيندر
دي داون بيمنت. كلام جميل يا جماعه. الناس معايا لحد هنا كده تمام؟ خش على اللي بعده. قبل ما نخش على Logistics Invoice هنتكلم في انواع البيمنت. طيب انا دلوقتي المورد ده كل شويه بنعمل فواتير دي صح كده؟ فالمفروض يجي دور ان احنا نبدا ان احنا نسدد للمورد ده. انا اقدر اسدد فواتير المورد ده سواء كاش متخزن عندي، ودي غالبا حالات قليله قوي الا الحاجات اللي هي المصاريف اللي هي البسيطه يعني، او ان انا اطلع له شيك او ان انا اعمل له تحويل بنكي صح كده؟ دي غالبا ايه؟ يعني اغلب طرق السداد ان انت تطلع له شيك او تدفع له فلوس كاش او تعمل له ايداع في حسابه في البنك تمام؟ طيب في عندي كمان حاجة اسمها الـ Payment Run. Payment Run دي ببساطة بروجرام بتخش تجريه لو انت عندك موردين كتير، فبيخش يشوف ايه الفواتير اللي جه ميعاد افتتاحها مش ميعاد افتتاحها، ويبدأ ان هو يطلع الشيكات للموردين دي في التاريخ الخاص بيه. فده حاجة اوتوماتيك بتحصل تقدر ان انت تدفع بيه. طيب تعالى نشوف الانواع. طيب بس عايز اقول لكم انا دلوقتي يعني معايا في الديمو النهارده هنشوف ازاي نعمل ترانسفير وازاي ندفع بشيك. الجزء الخاص بالكاش هنشوفه الجزئيه الخاصه مع البنوك، هنبدا نشوف ازاي ان احنا ندفع الكاش ده، نشوفها لما نيجي نشرح ان شاء الله الحاجات الخاصه بالبنوك، اوريكم كل ما يتعلق بالبنوك والكاش تمام. دي المانيوال اوت جوينج بيمنت اللي احنا بنستخدمها غالبا لما بيكون عندنا ترانسفير، ان انت سواء هتعمل له ايداع او هتعمل له تحويل بنكي باسم حساب المورد. فالسكرين دي هتلاقيها زي ما انت شايف قدامنا كده، تبقى متقسمه من فوق من هيدر، بتحط فيه والله التاريخ والدوكيمنت تايب زي ما قلنا كي زد يعني فيندر بيمنت، هي بتجي لك باي ديفولت. لو انت عايز تغيرها ممكن ان انت تغيرها عادي، تحط الكومباني كود بتاعتك بالكرنسي الديت، لو عندك ريفرنس تكتبه هنا، عندك هيدر تكست عايز تكتب كلمه معينه او الكليرنج تكست، وتبدا تختار حساب البنك اللي انت هتدفع منه والاماونت، وتخش تدوس على بروسيس اوبن ايتمز دي علشان تحدد ان المبلغ اللي هتدفعه ده هيكون بيسدد انهي فواتير. طيب تعال نشوف الكلام ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب منين ان احنا نعمل البيمنت للفندر؟ في عندي حاجه اسمها دوكيمنت انتري تمام، في حاجه اسمها اوت جوينج بيمنت، في حاجه اسمها هنا بوست، في حاجه اسمها بوست زائد برنت. بوست دي للترانسفير، بوست زائد برنت فورم لو انا بطبع الشيك، يبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ برنت فور. طيب تعال نشوف ان احنا نعمل بانك ترانسفير. تبدا زي ما احنا شفنا السكرين، تبدا تكتب التاريخ 3/5/2017 والدوكيمنت تايب كده هي بتجي لك باي ديفولت تمام. تبدا هنا تحدد حساب البنك، احنا مثلا نحدد 3/3/2 تمام، واقول له والله انا هسدد مثلا 1000 يورو اب او 1025. يبدا يقول لك اكتب لي الحساب اللي انت عايز تسدد منه 100 صح؟ لو كان 117 او لو انا مش فاكر رقم الحساب انت عارف اسم الشركه، انا عارف ان اسم الحساب ده اللي هو شركه الامن، ممكن اكتب كده مثلا هات لي كل الحاجات اللي فيها مين لام لو يعني طلع لي شركه الامن، ده 117 ده اللي هو ايه؟ شركه الامن. فانا هختاره اكونت تايب كي دي، خد بالك عشان احيانا بتحتاج ان انت يعني نغير في الحاجات دي، معناها ايه؟ زي ما انت شايف الاكونت تايب ايه يعني فيندر، يعني معناها ان الرقم اللي هنا ده بيمثل رقم فيندر. دي
ده انا كنت قلت دي وهنا، فمعناها ان الرقم ده رقم كاستمر. ايه اسيت ام ماتيريال اس دي؟ خلينا عادي خالص يبان لي الحاجات الخاصه بالايه؟ بالمورد. واقول له بروسيس اوبن اي. تمام؟ خد بالك ان هنا مش ظاهر لي الداون بيمنت. ليه مش ظاهر لي الداون بيمنت؟ انا اقول لك اخرج تاني وادخل، علشان في عندي هنا حاجه اسمها سبيشال جي ال ان دي. هو ده بيجيب لك الاوبن ايتم اللي على المورد ده. انا هقول له نفس المبلغ ونفس المورد، ولكن هنا هاجي في سبيشال جي ال انديكيتور واقول له هات لي الحاجات اللي هي الانديكيتور بتاعها ايه. خلاص؟ فايه دي؟ احنا عارفين ان داون بيمنت كانت عليها. ستاندر اوبن ايتمز اللي هي الفواتير العاديه خالص. تمام؟ اقول له بروسيس اوبن ايتمز. شوف جاب لك ايه؟ ادي الداون بيمنت. تمام؟ اللي هي الرقم كانت ب 4000. وادي الفاتوره اللي هي ب 1095، وادي الكريدت ميمو اللي هي بكام؟ 99. طيب خد بالك ان دي لمين؟ طيب هو الايتم ده اكتيفيتد عشان الداون بيمنت دي معمول عليها بيمنت بلوك، ماشي؟ هو ده انديكيتور ان هي بلوك يعني، فمش عارف اسلكتها. طيب اللي انا كنت عايز اقوله لك، خد بالك ان دي لونها اسود. طيب واحده واحده كده مش فاهم. بص بيقول لك اماونت اندر انتر الاماونت اللي انا كتبته بره قلت ان انا هدفعه كام؟ 1095 اسايند زيرو، يعني مش هيدفع حاجه لحد دلوقتي. فالديفرنس لو نوت اسايند ده كام؟ 1095. طيب انا عايز اسدد مثلا الفاتوره دي. اقول له انا هسدد مين؟ الفاتوره دي. فانا كده ده 1095 1095 نوت اساين زيرو. فانا كده علمت ان انا عايز اسدد الفاتوره دي. طيب عايز اتاكد من شكل القيد قبل ما اعمل له تصحيح. فبقول له دوكيمنت سيميوليت. فقال لك والله هنكريدت البنك وديبت شركه الامل. طيب ده اللي هو الانترفيو. في حاجه اسمها سيميوليت جنرال ليدجر. يعني ايه سيميوليت جنرال ليدجر؟ ده رقم الفيندور اللي 117. طب انهي حساب جنرال ليدجر؟ عايز اعرف هيرمي على انهي حساب جنرال ليدجر اللي هيظهر في الميزانيه عندي مين؟ بقول له سيميوليت جنرال ليدجر، فيبين لي حسابات دفتر الاستاذ اللي هيحصل عليها الترخيص. فمعنى كده ان هو هيكريدت البنك ده وهيديبت حساب اللي هو 160000 اللي هو اسمه اي بي دوميستيك. خد بالك ان ده حساب اللي ايه؟ اللي هو الريكونسيليشن اللي موجود في الماستر داتا خاصه بالمارجن ده. طيب لو انا البيت ده تمام، فبقول له باك وبقول له ايه؟ فولس. فقال لي الدوكيمنت دي ايه؟ فولس. طب الدوكيمنت دي فيها ايه؟ فيها كريدت البنك ديبت شركه الامل اللي هو ايه؟ عمل كريدت، عمل ديبت يعني قفل الفاتوره دي. طيب تعال نبص على كشف حساب المارجن ده ونشوف ازاي اتاثر وايه التاثير اللي حصل. دخلت على اف بي المانكن 117، قلت له هات لي الاوبن ايتم دلوقتي. تمام؟ بقى عندي ايه؟ الكريدت ميمو والداون بيمنت، صح؟ لو شلت السبيشال جي ال دلوقتي كده دلوقتي خالص، فبقى عندي حاجه واحده بس. طب الثانيه فين؟ كانت كليرد ايتم. فبقى عندي لونها اخضر معناها كلير، اللي هي الفاتوره اللي كانت ب 1095. تمام؟ مع السداد اللي هو كي زد ده اللي هو فيندور بيمنت ب 1095، فدي راحت مع دي، الرصيد بتاعهم صفر، وراحت بالكليرنج دوكيمنت اللي هي ايه؟ اخرها 13 اللي هي دي. شايفين 13 دي اللي هي بتاعت السداد اللي احنا لسه عاملينها، اللي هي كي زد دي الدوكيمنت اللي احنا لسه عاملينها. بص فدي هي كليرنج دوكيمنت دي، دول مقفولين مع بعض. تمام؟ مين اللي قفل دولت؟ لا دي. كليرنج دوكيمنت فيهم هم الاثنين. طيب فده كده ببساطه الايه؟ اللي هو ازاي نعمل سداد. طيب تعالى نعمل فاتوره كمان، اوكي؟ ونشوف ازاي ان احنا نسدد بشيء. تمام؟ زي ما عملنا المره اللي فاتت اف بي 16، ودي الاف اي انفويس ادي 117. ده اعمل فاتوره مثلا ب 1000 بس، خلاص
على الكاد ده عايزين دغاير نجيب الدغاير نتأكد 0% في توب سنتر ألف خلاص هنشيل الهولدنج تاكس عايز الهولدنج تاكس وهابورد ده كده عملت فاتورة ايه جديدة تعالى نبص كده بقى عندي فاتورة جديدة بكام ب1000 طيب تعالى نشوف ازاي الشيك بيطلع المرة دي انا هخش دوكيمنت انتري اوت جوينج بيمنت بوث زائد برنت تمام تبدأ حضرتك تكتب الكومباني كود 1000 بيمنت ميثود هاوس بانك والتشيك لوت نمبر ايه التشيك لوت نمبر ده حضرتك دفتر الشيكات لو بصينا على واحد ده تمام اللي هو دلوقتي النمبر ستيتس هو اخر رقم فيه 180 فالرقم اللي هيكون جديد هيكون 181 منين اصلا يعني من منين بننتهي اللود ده في هنا ترانزاكشن اسمها اف سي اتش اي تمام اف سي اتش اي بتكتب له الهاوس بانك والاكونت اي دي وابقى اشرح لكم في البنوك يعني ايه هاوس بانك واكونت اي دي ما علينا يعني دلوقتي فدولت بيقول لك ايه اللوت اللي موجوده فعندي اللوت رقم واحد اللي هو بيبدا من 10000 ل 19999 والنمبر ستيتس بتاعته دلوقتي كام؟ 180 تمام؟ فانت لما تيجي لو عايز تكريت لوت بتخش من هنا ايه تكريت اللوت ده تقول له اللوت نمبر رقمه كام وبيبدا من كام وكذا كام وبتديله البيمنت ميثود ليست هقول لك ايه البيمنت ميثود دي انت لما بتيجي هنا بتختار الايه البيمنت ميثود بيمنت ميثود دي معناها اوت جوينج تشيك نبص على الكاونتري اللي اسمها دي اي احنا الدوله بتاعتنا المانيا دلوقتي فسي دي معناها ايه انترناشونال تشيك تمام فانت لما بتيجي تعرف اللوت هنا ضروري جدا ان انت تقول له معاني بيمنت ميثود تيجي تقول له مع السي مثلا تمام جيت تكتب له يعني تعالى نكريت واحد ممكن نسمي واحد مثلا رقم 6 اللي هو بيبدا من مثلا كده تقول له ايه يمكن تجيب اي حاجه بقى اي اسم يعني لوك مثلا كذا كذا تمام ولو انت عايز تعملهم ترتيب فبتقول له ايه ان ده الاول بعديه 5 ممكن اقول له مثلا بعديها يكون رقم ده هسيبه فاضي لانه هو ده يبقى اخر واحد صح تك الفورمات اوف ذا تك نمبر حاجة مش مظبوطة تقريبا معمول ان هو يكون كام رقم تعالى بقى نتأكد انا خليه ده من 60000 هو تقريبا معمول ان يعني عليه فاليديشن لحد كام خلاص فكده ايه هو عارف ان البنك ده هو بيكون 5 ارقام فلما تيجي تديله اكتر من حاجة فيقول لك لا ده كده في مشكلة يبقى البنك كله اللقطات زي واحد فانا هاجي هنا اقول له ايه رقم 5 ده اللي كان قديم اقول له خلي بالك اللي بعديك هو رقم 6 يعني لما انت تخلص تخش على 6 فده معناه لما واحد يخلص هيدخل على 2 لما 2 يخلص هيدخل على رقم 3 ده مهم ليه؟ مهم عشان لما تيجي حضرتك تكري الاوتوماتيك بيمنت ران تمام؟ فانا دلوقتي ايه قال لك خلاص دي كده فده ببساطه يعني ايه اللوكات بسرعه كده طيب فاحنا فهمنا يعني ايه التشيك لوك نمبر يعني ايه الايه؟ البيمنت ميثود طيب ده بتختار حضرتك البرنتر اللي موجوده تطبع عليها دي تكون يعني حاجه واحده بتعرفها من السيستم ستاندرد كل الناس بتطبع عليها مع احنا ناوي الستاندرد عندنا ال بي 0 دي برنتر مش اكتر طيب المهم هنا في حاجه اسمها كالكوليت بيمنت اماونت لو لاحظتوا
في السكرين اللي فاتت لما كنا بنعمل البيمنت للترانسفير كنت بكتب المبلغ اللي انا هدفعه من حساب البنك. دي لو انا علمت على التشيك بوكس ده تمام، فما بقاش محتاج انا ادخل اكتب مبلغ الفاتير، هو السيستم الفاتير اللي بتعلم عليها فبيعرف انت هتدفع مبلغ كام. يعني تعالى نعلم عليها كده ونشوف. اقول له انتر بيمنت، خد بالك بص انا قلت له ايه انتر بيمنت، هيدخلني على نفس السكرين اللي فاتت غالبا زي الايه نفس السكرين اللي فاتت. هتكتب اي ريفرنس دوكيمنت هيدر، طبعا دوكيمنت نمبر دي ما بنكتبش فيها حاجه لان ده السيستم اللي جنريت الرقم ده اوتوماتيك. هتكتب اي تكست ريفرنس على مستوى الهيدر اكتب براحتك. انا هنا بقى مش انا قلت له كالكوليت بيمنت اماونت، فمش هحتاج ان انا اكتب الايه الاماونت هنا. تكتب اي تكست والفاليو ديت وتكتب ايه الفيندر، هقول له رقمه 117 بس مش هكتب ايه اماونت، خد بالك هقول له ايه بروسس اوبن ايتم. فهو جاب لي ايه الحاجات اللي مفتوحه على الفيندر ده، خد بالك ان دول لونهم ايه ازرق، معناهم ان هم ازرق يعني الاثنين دول اكتف. يعني بص الاسايند دلوقتي كام 950، ليه؟ لان انا عندي ب 1000 وعندي دي 99.5 بالديجيت. لو شلتها دبل كليك عليها كده بقى لونها اسود، لونها اسود يعني ان اكتف. فبقى الاسايند دلوقتي كام اللي هي الفاتوره دي، لو دبل كليك كده فدول سود يعني معناهم هما الاثنين مش اسايند. طيب خد بالك ان انت لو عندك سكرين وعايز اختار مثلا الاولى والثالثه وهكذا، تمام. طيب كلام يعني جميل. فدلوقتي انا ممكن اقول له سيلكت اول دي واقول له ايه دي اكتيفيت ايتم، عمل لي دي اكتيفيت لكل دول واختار اختار بقى مثلا اولى ثالثه خمسه، تبدا تعلم دبل كليك فبتلاقي لونها ازرق فبقت اساين. خلاص طيب انا دلوقتي مش شايف بقيه الكود عامل ازاي. انا كل اللي انا عملته سيلكت الايتم، عايز اتاكد من الكود اللي هيطلع واقول له سيميليت جنرال ليدجر مثلا، تمام. هنا جاب لي ايه حساب البنك يبقى كريدت اهو، وديبت مين المورد. انا برضه ما كتبتش رقم حساب البنك ده، الشيكات بيكون موجود اوتوماتيك، بيجي اوتوماتيك السيستم بيفهم بناء على اللوك اللي انت دخلته بيفهم حسابات البنوك. دي الترانسفير بتبقى محتاج تدخل الاماونت ومحتاج تدخل رقم الحساب. كذلك هنا لو حضرتك ما كنتش هتسدد مبلغ الفاتوره دي بالكامل وكنت هتعمله دفع جزئي كنت محتاج تدخل ايه مبلغ للتفاوض عشان عايز تدفع كام، تمام. طيب انا هعلم على دي وايه الفوز. ايه اللي حصل؟ قال لك الدوكيمنت دي ايه فوز اللي هي اخرها 14. طيب هقول له اوكي، وقال لك تحت ايه برنت جوب وود جنريتد، يعني اسمها السبول. السبول عندك اللي هو الحاجات اللي فيها في البرنتر، في كود بتاعته اس تي 02، دي كل الحاجات اللي موجوده ان هي في الطبع يعني. فتلاقي في حاجه هنا جنريتد اللي هي اخر واحده دي اللي هي 3/5 اسمها ايه انترناشونال. انا هبدا اشوفها. ده شيء ستاندرد في السيستم، لكن الطبيعي ان حضرتك بيكون في فورمه للبنك، البنك بيديك فورمه شيك كده عباره عن ورقه، تبدا حضرتك تحط برنتر عندك ويبدا ان هي السيستم يطبع عليها بيانات الشيك، طبعا بلوجو البنك والفورمه الخاصه بكل بنك، لكن دي بس حاجه ان احنا ايه بنتست عليها. فبتلاقي بقى يقول لك الشيك كذا رقم كذا للفلان، حسب بقى ايه فورمه الشيك وبيانات الشيك والكلام ده كله. ادي هنا ده رقم الدوكيمنت، تاريخها، رقم الفيندور ده، شويه كلام بس طبعا بالالماني. مش عشان هنا الفيندور ده الماني. وادي رقم الشيك اللي هو كام 181 عشان اخر واحد كام 180. انا كده طلعت الايه طلعت الشيك. طيب تعالى نشوف كده كشف حساب المورد ده FCM110 صح. طب اوبن ايتم مش هتلاقي الالف خلاص صح كده، ما بقتش موجود. بقت موجوده فين؟ بقت موجوده في الكليرد ايتم، تمام. ادي الايه ادي الالف وادي السي زد اللي احنا دفعناها. بص لو علمت عليها كده تمام، في حاجه هنا اسمها ايه ديسبلاي تشيك انفورميشن، لو بص عليها قال لك والله دي اتدفعت بالشيك اللي رقم 81 لشركه الامل
يوم كذا بمبلغ كذا، تمام؟ مين شيك ستري هيد شركة الأمل، شوية بيانات مين شيك ايشيو ده، مين طلع الشيك ده، أسامة فتحي بالبيمنت ميثود ده، الساعة طبعه الساعة كذا والبرنت ديت كانت الساعة كذا. طب ايه البيمنت دوكيمنت؟ ادي الايه؟ الكريدت اللي هو طلعه اللي هو ده بشركة الأمل وكريدت البنك ده، تمام؟ ايه ال كومبنينج دوكيمنت دي؟ دي الفاتورة اللي اتدفع، ماشي؟ دي الحاجات اللي اتسجلت اللي هو بيقول لك دي اي ار سجلت مع كي زد دي اللي هم بالألف اللي يعرفك هو ده عمل دفع ايه يعني. خلاص؟ فانت اما بتعلم عليها كده بتقول له ايه؟ تشيك انفورميشن او ان انت بتدبل كليك عليه ممكن انفايرمنت تلاقي حاجه اسمها ايه؟ تشيك انفورميشن. يديك على نفس السكرين بطه. طيب كلام جميل قوي. احنا كده لحد دلوقتي شفنا ايه؟ شفنا ازاي ندفع بالشيك، صح؟ شفنا ازاي ندفع بالترانسفير. طيب مش ممكن الشيك او الترانسفير ده يكون بيسدد قيمه الفاتوره كامل؟ يعني ممكن مثلا الواجب ده يدفع لي على اجزاء، عنده مثلا فور اكزامبل فاتوره ب 10000، خلاص؟ هو قرر يدفع لي منها مثلا ايه؟ 5000، صح كده؟ كلام جميل قوي. تعالى اقول لكم على حاجه احسن كده، مش احنا المورد ده احنا عملنا له داون بيمنت ب 4000، صح كده؟ انا بفتح الكتاب. طيب احنا عملنا له داون بيمنت بكام؟ ب 4000، هو المورد عام، صح؟ كان عنده كريدت نيمو 95، صح كده؟ كلام جميل قوي. مش ممكن دلوقتي هو يقول والله انا عارف ان عليه ايه؟ فاتوره ب 10000 وعليه الحاجات دي كلها ايه؟ انا دافع له 4000 احنا شركتنا ده مورد، صح؟ وعندنا كريدت ميمو 95، يبقى كده الفرق بينهم كام؟ 5000، صح كده؟ 5405، صح كده؟ يبقى ده اللي المفروض ادفعه للمورد، يبقى انا كده قفلت الحساب خالص، مظبوط؟ طيب هنشوف ازاي نعمل الكلام ده. طيب اجي انا ببص على الاوبن ايتم سواء بقى نورمال او سبيشال جي ال، انا ببص انا اسف انا جبت الكيوب ايتم بس هو الاوبن ايتم، فادي المورد ده عنده داون بيمنت ب 4000 وباسف بكام؟ ب 99.5. طيب تعالى نعمل فاتوره ب 10000، تمام؟ بعدين نيجي نقفل حساب المواجهة ده. اختار تاكس كود زيرو، تمام؟ واختار الكود سنتر اللي هيروح عليه المطلوب ده، تمام؟ خد بالك شفت الانفورميشن دي؟ يقول لك خد بالك وانت بتعمل الفاتوره ان المورد ده احنا دافعين له داون بيمنت ب 4000 يورو، ماشي؟ كونكرنت اسيت ايجو. يقول لك خلي بالك ان الراجل ده عليه كام؟ عليه داون بيمنت. نعمل الفاتوره عادي خالص لان طبعا الفاتوره لازم تكتب قيمتها. هقول له كوست. تعالى نشوف كشف حسابه. انا واقف كده اقول له ليه؟ ريفرش ازود لي ايه؟ ادي ال 10000 جنيه، صح؟ يبقى كده بقى الرصيد اللي الراجل ده عايز كام مننا؟
عايز 5000 وكام؟ و900 ونص. وانا دفعت له 5900 ونص، يبقى انا قفلت الفاتوره دي على الكريدت ميمو دي، هو كان خط مع الدفعه دي، يبقى كده الراجل ده خلاص احنا كده قفلنا حساب. تعالى ندفع ال 5900 ونص. تعالى ندفعها بترانسفير. تمام؟ 5900 ونص. طيب انا عندي الانبوت مش دوت، يعني الحاجات دي بتبقى يوزر، ممكن تعملها كده او تعملها كده. خد بالك ان انا ما ظهرش معايا برضه ايه الداون بيمنت. طيب تعالى ناخد نفصل تاني. انت ما دوش ظبط ليك كده هنا. تعالى ناخد نفصل تاني. اشتريت 53 اوكي. لازم انا اختار الايه الداون بيمنت عشان تظهر لي معايا الدفعه المقدمه. تمام؟ طيب دي بلوك تفضلني، تعال نفك البلوك، عشان دي بلوك، تعال نفك ازاي الكلام ده؟ انا دخلت رقم الدوكيمنت دي، تمام؟ دخلت على كشف كتابه في سي هيل 1 ان، تمام؟ دي حاطط الداون بيمنت دي، دبل كليك كده عليها اللي هي 4000، خد تشينج، حاجة هنا اسمها ايه؟ بيمنت بلوك هشيل ده. بص لو دوست اف بلوك كده دي معناها ايه؟ ان هي بلوك فور بيمنت، يعني ما ينفعش تدفعها. ده بس سيتنج معمول دلوقتي، لكن طبيعي ان هو مش هيشتغل. تمام؟ انا كده شلت الايه؟ البلوك ده. انا اخش اقفل الكيس مودل ده. يعني اللي مخرج وصل تاني يبدا ان هو فيه هنا. تمام؟ اهو كده ايه بقى كلهم ايه صفر، نفس اللي كنت بقول لكم عليه بقى ريسلكت اول. ممكن اقول له دي اكتيفيت ايكونز وابدا اعلم، اقول له دي 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 وكده خلاص انا هدفع 5900 ونص، وهو الراجل ده فعلا رصيده 5900 ونص. سيميوليت ادي شكل الفلوس ايه دي دومستيك، جمع عمله تمام؟ وهيطلع لك من حساب البنك المبلغ ده، دي عمل حساب كريدت اللي هو الايه؟ السي بيمنت للمبلغ ده. كده مظبوط، هقول له فور. تعالى نبص بقى كده على كشف حساب المورد دلوقتي بقى عامل ازاي؟ عامل في اوبن ايتم؟ مفيش اوبن ايتم. كله بقى ايه؟ كلير ذا ايتم. ادي الايه؟ كلير ذا ايتم. استنى هو طلع لي 4000 بس عشان انا معلم على السبيشال جنرال ليدجر بس، السبيشال جي ترانزكشن. لكن اقول له هات لي النورمال. السبيشال جي ترانزكشن هيجيب لي ايه؟ كل مقسمهم لك بقى. كليرنج دوكيمنت دي قفل الفاتوره دي مع السداد ده. دي اللي هي قفلت دي مع دي. دي اللي هي 15 دي قفلت كل دول مع بعض. اللي هو الداون بيمنت الدفعه المقدمه مع مذكره الخصم دي مع البيمنت دي كله ايه؟ قفل الدوكيمنت واحده. خلاص تمام؟ اللي هي ال 15 دي اللي ايه؟ وادي الفاتوره اللي ب 10000. تمام؟ ودي الدوكيمنت اللي احنا لسه عملنا لها اهو، اللي هي بقت كليرنج لمين؟ لكل دول، دول بقوا كليرد ده خلاص واتقفل. والراجل ده ما ايه؟ ما علوش حاجه. طيب انا كده دخلت قفلت الحساب ده، بس لسه ما عملتش برضه الايه؟ الدفع الجزئي. تعالى نشوف الدفع الجزئي، تعالى نعمل فاتوره ثانيه نفهم ايه قصه الابشر تاني. خلاص عملت فور. تعال نبص على كشف حسابه.
بقى عنده فاتوره واحده بكام؟ ب 10,000. طيب المورد ده قرر ان هو يدفع لنا منها 5,000، هنشوف ازاي بقى. تدفع 5,000 خلاص من ايه؟ من الرقم هو متخصص اوبن اي. طيب انا هو ايه كده معلمني عليها 10,000، فاخش هنا على التابه دي اسمها بارشل بيمنت، واقول له البيمنت اماونت اشيل ده واقول له كام؟ 5,000 تمام. او ممكن اعلم عليها دبل كليك كده ماشي، لو انا مش عايز اكتب عايز اجيب المبلغ اللي هنا ده هنا، هي كانت كده بدل ما امسحه كده ممكن ايه ادوس دبل كليك، ندوس دبل كليك هنا وهيفهم ان انا هاخد من دي بارشل بيمنت. فكده اماونت اساينز اساينز بيمنت اماونت 5,000 من 10,000 مفروض خلاص. تعال نشوف ايه اللي حصل لما دفعت ال 5,000 من الفاتوره دي. تعال نشوف كده كشف كتابه ال دي ال 1 ان. هو قال لك ايه؟ في 10,000 الفاتوره الاصليه وفي 5,000 اللي هو الايه؟ الديبت. طيب انا لو عندي حاجات كتير قوي افهم منين ان دي تبع دي؟ طيب اقول لك تفهم منين؟ حضرتك هنا في حاجه اللي اوت ده لما تخش تشينج ها اسمها الانفويس ريفرنس. اهي بيديني 200 كلمه ريف، ادي الانفويس ريفرنس دي مهمة أول invoice reference دي كلهم في نفس invoice reference واحد اللي هو 9. البيمنت اللي هي آخرها 16 financial document دي invoice reference بتاعها 9 اللي هو إيه؟ أصلا الفاتورة دي. فأنا لما بعمل sub total عليهم يعني عشان لما بيبقى عندك حاجات كتير تبقى عارف إن إيه دول تبع بعض. خلاص فالفاتورة دي فاضل فيها كام؟ 5,000. عايز تشوفهم لاين واحد كده ممكن تشوفهم لاين واحد. على الانفويس ريفرنس اللي هي ايه؟ طيب كلام جميل قوي. طيب تعالى نسدد ال 5,000 ثانيه دي. طيب هل في طريقه ان يقفل لي ال 10,000 ويسيب لي ال 5,000 بس في اي تي واحد؟ في طريقه كده هوريها لك. بس مش بنستخدمها دايما لان احنا دايما بنحب نسيب الهيستوري زي ما هو. طيب اكس داش 53 انا برضه عايز اوريكم حاجه مهمه قوي. هخش مثلا ادفع 5,000 جنيه حاجه مهمه قوي عايز اوريها لكم. خد بالك ان هنا هو مقسمهم لي بس احيانا لما المعاملات مع المورد بتبقى كتير ممكن الموضوع ده ما يبقاش مفيد. انا عايز افهم الفاتوره دي لو هو عامل مثلا 20 فاتوره عايز افهم الفاتوره دي فاضل فيها كام دلوقتي وانا هنا؟ انا عايز ابقى فاهم ان الفاتوره دي ب 10,000 ومدفوع منها 5,000. انا مفيش حاجه هنا تبين لي الكلام ده صح؟ انا مش عارف لو انا عندي فواتير كتير قوي تخيلوا معايا كده مش هبقى فاهم مين تبع مين ولا مين معايا. طيب نعمل ايه؟ دي في الايديتنج اوبشن حاجه اسمها هنا انكلود انفويس ريفرنس اللي احنا كنا لسه شايفينها هناك. اتعلم عليها سيف باك. خد بالك دكتور ربطهم لك ببعض. قال لك الفاتوره دي ب 10,000 ومدفوع منها 5,000 اللي هي بارشلي بيد اماونت. عايز تشوف تفاصيلهم تشوفهم من هنا. هو بيخليهم لك في ايه؟ لاين واحد. وانا لما بعلم على دي انا بعلم على الاثنين اوتوماتيك، ما اعرفش اعلم على واحده ولا اسيب الثانيه. تمام؟ اعلم على واحده خلاص هم مربوطين ببعض. فكده لو انت عايز تشوفهم على لاين واحد. طيب انا هدفع ال 5,000 الباقي وفوق. تمام؟ تعالى كده نشوف كشف حساب المورد ده ايه اللي حصل فيه. قال لي مفيش اوبن ايتم الكليرد ايتم. ادي الكليرد ايتم بتاعته كلها. ادي هنا ال 10,000 وهم ال 5,000 اللي بتعملهم ايه؟ دفعتين كلهم كليرد مع بعض باخر دفعه 117. تمام الدفعه رقم 16 دي كانت دفعه و17 دي دفعه ثانيه. طبعا انت لو كاتب في التكست حاجات فطبعا ايه؟ تبقى الدنيا اوضح شويه بس انا عشان مش كاتب حاجه فايه؟ يعني كاتب سداد كذا جزء كاتب شويه كلام يوضح لك فلما تيجي تبص تلاقي الدنيا بالنسبه لك
اوضح. طيب كلام جميل قوي. هنشوف بقى قصه ان انا لو ما كنتش عايز اصلا ان 10000 تنزل ويطلع لها 5000، عايز اعمل 5000 بس ويقفل ال 10. تعالى نعمل خطوره ثانيه. تمام نفس المورد 10000 برضه. نشوف ازاي نعمل الموضوع ده. بوست الدوكيمنت دي اوكي. تعالى نشوف برضو ايه اجل احتمال المورد بقى عندي ازاي دلوقتي. عندي فاتورة بكام؟ اوبن ب 10000. تعالى نقفل دي ونخليها واحدة بس دي 5000. سدد 5000 منها. شوف انا مش هخش بقى المرة دي ايه على بارشال اماونت، حاجة اسمها ريزيدوال اماونت ريزيدوال ايتم. بتدوس دبل كليك هنا برضه نفس الكلام، فمعناها كده ان هو ايه؟ يدفع منها 5000 وهيبقي 5000. تعالى كده نسيميوليت. بص هيعمل ايه؟ قال لك جبت شركه الامل ماشي بال 10000 اللي هو ثمن الفاتوره قفلها، وهيعمل لك كريدت هيفتح فاتوره جديده ب 5000 وهيكريدت البنك بال 5000. تعالى نبص نشوف ايه اللي حصل. طريقة ذا ماركت لاين ايتم الازرق ده في عايز تكت نسيب له ايه؟ تيجت اللي هو اللي كان لونه ازرق ده وفوت. قال لك الدوكيمنت دي ايه؟ فوت. خلاص؟ تعال نشوف كده كشف حساب المورد ده ايه اللي حصل فيه دلوقتي بعد ما عملنا الريدوال ايتم. اوبن ايتمز واحده بقت بكام؟ ب 5000 بس. يعني هو ساب لك عمل لك ايتم جديد ب 5000. تمام بالدوكيمنت اللي هي ايه كي زد وقفل الفاتوره اللي كانت ب 10000. خلاص بعد كده نجيب كل الايتم، يعني جاب لي الاوبن والكلير. انا عندي اللي هي اخرها 18 في تمام، وادي هي اللي اخرها ايه دي اللي كانت الكليرنج دوكيمنت اللي هي 18 دي اللي قفلت الفاتوره تمام بالدوكيمنت دي، وفتح لك واحده جديده اللي هي 18 دي ب 5000. خلاص طيب احنا كده شفنا ايه لحد دلوقتي؟ شفنا ازاي نعمل البيمنت سواء ترانسفير سواء شيك، ازاي يبقى الفانكشناليتي بايه شويه الحاجات اللي جوه ايه سكرين بيمنت، ازاي نعمل بارشل بيمنت، ازاي نعمل ريجولر بيمنت، ازاي نقفل حساب مورد وهكذا. طيب هو فاضل حاجه برضه بسيطه، ان انت لو عندك فاتوره ها لو عندك فاتوره بس تعالى نعملها بعد اللوجيستكس انفويس. عندك فاتوره مثلا ايه ب 1000 ها، وعندك مثلا كريدت ميمو ان برضه ب 1000 مثلا، يعني عايز تقفل دول مع بعض من غير اي بايمنت، من غير ما تدفع اي حاجه، او كان دافع حسابات بتسدد كل حاجه، عايز تكلير بقى تكلير بس من غير بايمنت، من غير اي شيء، من غير ترانسفير. هوريهالك بس تعالى نعمل نعملها مع اللوجيستيك دي ازاي. هبدا نتكلم في سايكل اللوجيستيك اللي احنا كنا بنعمله من شويه. كانت فواتير اف اي زي ما احنا قلنا، لا فاتوره كهرباء ملهاش علاقه بالمخازن، فاتوره ضرايب، فاتوره وفيلمر، ايه حاجه ليس لها علاقه على الاطلاق بالسلامات. طيب دي الاهم بقى، ان انا دلوقتي عندي اداره مشتريات وعندي اداره مخازن. الادارات دي ليها تاثير مالي ليها علاقه باداره الموردين، لان اوامر الشراء واستلامات المخازن دي بينتج عليها ان انا لازم اسدد الفلوس دي للمورد، وبالتالي محتاج حاجه تقول لي الموردين دول جابوا لي بضاعه بكام والكلام ده. طيب باختصار كده سايكل المشتريات تبقى بتبدا بحاجه اسمها بيرشيز ريكوزيشن، يعني حد في اداره معينه ابقى في اداره التخطيط في اداره الاتفاقات، اي حد عايز اي حاجه
يبدا ان هو يخاطب اداره المشتريات عن طريق حاجه اسمها بيرشيز ريكوزيشن، يقول والله ان انا محتاج الماتيريال الفلانيه او وات ايفر ايه الحاجه اللي محتاجها. فبتبدا اداره المشتريات ان هي تبدا تحدد المتطلبات دي، تبدا تحدد هتشتريها منين اللي هو السورس ديترمينيشن، تبدا والله تعمل كوتيشن، تبعت للموردين تقول والله احنا محتاجين الحاجات دي، تبدا تاخد عروض اسعار، وتبدا تاخد انسب فيندور بالنسبه لها من ناحيه الكواليتي والسعر وهكذا. تبدا ان هي تختار المورد، جاست ان هي اختارت المورد وخلاص عرفت ان هي هتشتري منين الماتيريالز او المواد اللي هي محتاجاها دي، تبدا ان هي تعمل شراء اللي هو ايه بي او بروسيسنج، تبدا تطلع بي او للمورد ده تقول له ان احنا محتاجين الماتيريالز دي بالارقام دي وهكذا، محتاجينها بالاسعار دي، فبيبدا يطلع لهم ايه يطلع بي او. بعد كده بتبدا ان هي تعمل مونيتورنج للكيو او ده، تشوف البضاعه وصلت ما وصلتش، شحنت ما شحنتش، تتفرج عنها في الجمارك، تبدا ان هي ايه تتابع امر المشتريات اللي هي عملتها. بعد كده تيجي البضاعه في المخزن، فيحصل لها ايه جود ريسيت، او لما يحصل الجود ريسيت خد بالك لحد هنا ليس له تاثير على الاداره الماليه. تمام؟ طيب ولما بنيجي نتكلم انتجريشن يعني احنا بنتكلم على الجنرال ليدجر. صح؟ بينتجريت مع الجنرال ليدجر، وهنا في انتجريشن مع الاي بي اللي هو حسابات الموردين. طيب انا لما باجي استلم البضاعه في المخزن فطبعا في حسابات المخازن لازم ادبك حساب الستوك. صح؟ عشان في بضاعه استلمتها فيبدا يحصل انتجريشن اوتوماتيك مع حسابات الاستاذ العام. بعد ما بستلم البضاعه ببدا ان انا اعمل فاتوره بناء على البضاعه دي. البضاعه طبعا بينتجريت مع الجنرال ليدجر حسابات الاستاذ ومع الاي بي علشان فاتوره المورد، بدل ما كنا بنعملها من اف بي 16 اللي هي الاف اي انفويس، لا يبقى بناء على استلامه مخزن و بعد طبعا ما الانفويس بتاعي الله كرييشن نبدا ان احنا نعمل له ايه؟ قيمه زي ما احنا شفنا طابع بشيك او ترانسفير او كاش للفاتوره دي في التاريخ اللي هي المفروض تتسدد. طيب ايه القيود الخاصه بسايكل المشتريات؟ لما بتستلم البضاعه تمام؟ بتبدا ان انت يحصل ديبت حساب الانفنتوري وفي كريدت حساب اسمه حساب جي ار اي ار. حساب الجي ار اي ار ده هو جاست حساب بسيط تمام لحد ما عمليه الفاتوره يبدا ان هو يتم ادخالها. الطبيعي ان انت لو شغال محل يعني مانيوال بتقول والله ايه ديبت المخزون صح كريدت مين حساب المورد بتاعك لو موردين صح. اس اي بي انت ما بتعملش حساب للمورد ده دايركت، لا مع سلامه المخازن الراجل بتاع المخازن ده ملوش علاقه بحسابات المورد. ليه؟ لان ممكن يبقى عليه ضرايب، ممكن تحسب عليه حاجات معينه، فالراجل بتاع المخازن مش هيبقى فاهم الكلام ده. فالمفروض اللي بيعمل الكلام ده حد في المحلات فاهم، او ساعات احيانا في بعض الشركات بتكون اداره المشتريات هي اللي بتكون بانشاء السوق. طيب فانت لما بتستلم البضاعه الديبت المخزون والكريدت الجي ار اي ار، او لما الفاتوره تجي لك من المورد تلمها سواء في اداره المكتبات او اداره المشتريات، ابدا بقى ان انت تكريدت المورد والديبت حساب الجي ار اي ار بالمبلغ اللي فيه. بس انت كده قفلت ده خلاص. وانس ان الفاتوره جت ده لازم يكون صفر. تمام؟ طيب كلام جميل قوي. بعد ما خلاص دخلت الفاتوره بتبدا ان انت تدفع الفاتوره دي اللي هو بتعمل ايه؟ بالديبت الفندر صح؟ بالكريدت البنك كليرنج اكونت. لما بيجي لك كشف حساب البنك وبتتاكد ان خلاص الفلوس دي اتخصمت من كشف حسابك في البنك، فبتبدا تقفل حساب البنك كليرنج اكونت ده، تعمل له ديبت وكريدت حساب البنك الرئيسي زي ما اتكلمنا في اول محاضره خالص، قلنا ايه السب اكونت بتاع البنك وايه المين اكونت. فتبدا ايه تاثر في حساب البنك الرئيسي وتقفل اللي هو ايه البنك كليرنج اكونت.
طيب بس عندك الانفويس فيريفيكيشن، يعني لما تيجي تعمل فاتوره ما بتعملش فاتوره على الهواء زي الاف اي انفويس، معيش اي ريفرنس، معيش اي استلامه، معيش اي حاجه. فانت لما تيجي تعمل ايه؟ تعمل فاتوره عندك بي او وعندك استلامه مخزن، وبالتالي بتعمل الايه؟ الفاتوره بناء عليه، وعندك طبعا ماستر داتا. طيب ديزلي بي الفيرشز اوردر هوريكم الترانزاكشن اسمها ام اي 23 ان دي بتديزلي بيها اوامر الشراء، وبعدين بتعمل الفاتوره. هنشوف الكلام ده دلوقتي ان شاء الله. ممكن تعمل لها بارك، يعني ما تحصلهاش بوست، حد يعمل لها بارك وبعدين حد راجع يعمل لها بوست، وفي بقى شويه ايه حاجات كده. انا عندي الفاتوره دي طبيعي ان انا لما باجي بشحن بضاعه يبقى مثلا عندك ايه؟ ال 1 بيس مثلا يعني بكام؟ ب 10 خلاص؟ بيقول لك عليها مثلا ديليفري 2 جنيه مش عارف وجمارك مش عارف كذا. فبتلاقي ايه؟ في حاجات تفاصيل كده كتير قوي وعليها خصم مش عارف ايه، تفاصيل كتير قوي لاداره المستورد بتبدا تدخلها علشان تبقى حاسبه تكلفه البضاعه دي. دي بنسميها البرشيزنج سكيما، ودي اللي مسؤول عنها اداره المشتريات في الشركه اللي بتبدا تغطي الكونديشنز دي، تمام؟ مع الاتفاق مع المورد طبعا. طيب فطبعا في دليفري كوست وكل الايه الحاجات اللي موجوده في الاتفاق مع المورد، يعني موجوده في الصوره او الطالع دي. طيب فالحاجات دي بنسميها بلاند ليفري كوست والكونديشنز، حاجات بلاند انا عارفها من البدايه. طيب بعض الاحيان كيسز كتير قوي بنقابلها في الواقع العمل، يعني ان احيانا كتير قوي تلاقي ان اللي انت استلمته بالمخزن او اللي انت كنت المبلغ اللي انت عامل عليه حسابك طالب بيه البي او، احيانا كتير قوي تلاقي ان الفاتوره مش جايلك بنفس المبلغ ده. طب تيجي بقى اي حاجه whatever ايه حملك ديليفري زياده بدل ما كنت تنقلها مش عارف ايه، فقررت ان انت هتيجي من هنا فده زود عليك الكوست whatever ايه. فانت عندك والله وقت انت ما بتعمل الفاتوره عندك امكانيه ان انت اما تغير في الكونديشن، تغير في السعر، تقول والله لا ده مش ب 10 ده ب 12 تقدر تغير، او تقدر ان انت تضيف حاجه اسمها unplanned delivery cost كده تقول والله ان انا مثلا زود عندي 100 جنيه حاجه اسمها ان بلاند ليفري، حاجات انا ما كنتش متوقع، فاما تغير في الكونديشن او ان انت تغير في حاجه اسمها ان بلاند ليفري. ممكن تعمل كريدت ميمو لو انت حصل عندك مرتجع او المورد ده عمل لك خصم او وات ايفر. طيب تعال نشوف الكلام ده احسن تبقى الدنيا اوضح. طيب تمام طيب. انا هبدا السايكل دي مفيش مش هبدا بالبرشز ريكوزيشن، ولكن هبدا ان انا هكاري امر شراء خش على ترانزاكشن اسمها ام اي 21 ان، ودي طبعا اللي مسؤول عنها اداره المخازن، ولكن بس احنا هنعملها دلوقتي علشان بس ان احنا نقدر نشوف الكلام ده. طيب قبل ما ننتين انا اول حاجه بتختار التايب بتاع البي او، يعني حاجه اسمها اوردر تايب. في انواع يعني البي او تبدا تغطي الفيندر بتاعك، نقول له مثلا 117 ده بتاعنا. بص اول هيقول لي ايه دخل البيشن اورجانيزيشن، هو في ايرور هيطلع دلوقتي هوريه لك بس الاول عشان تفهمه. قال لك فيندر 117 has not been created for version organization. قال لك احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ان الفيندر ده ليه تو فيو او بيتكريت على جزئين، لو ليه حاجه اسمها الكومباني كود فيو دي اللي احنا عملنا لها مينتنس ودي الخاصه في اداره الحسابات، ليه حاجه اسمها البرشيزنج فيو دي الخاصه في اداره المشتريات. فانا مش هينفع اعمل بي او بالفندور ده علشان مش متكريت لاداره المشتريات، طب تعالى نكريته لاداره المشتريات. طيب احنا المره اللي فاتت قلنا ان في ترانزكشن اسمها اكس كي دي 1 اللي هو كريت فيندور سنترالي اي لاداره المشتريات واداره الحسابات. هنا بتختار الكومباني كود والبيرشيز اورجانيزيشن، انا اوريدي مينتيند الكومباني كود فهشيلها وهحط رقم الفيندور وهقول له كريت لي
الداتا لاداره المشتريات من المورد اللي رقمه 1000 اللي في اداره المشتريات 1000 علشان ياخد لي كوبي للداتا دي ما ابداش ان انا اعيدها من جديد. واقول له انتر هو اوتوماتيكلي جاب لي ايه؟ جاب لي ان والله بيطلب بالدولار والترم اوف كونديشن كذا وشويه الايه؟ الحاجات الخاصه باداره المشتريات. كل الداتا دي خاصه باداره المشتريات. انا هسيب خلاص انا كده كريته على قال لك ايه؟ has been created for purchase organization alpha. فدلوقتي اقدر ان انا اعمل اكريت له بي او. تعالى كده نجرب. اقول له الفيندر اللي رقم 117 purchase organization alpha purchase group دي والكمباني كود دي. purchase group دي يعني اداره المشتريات بتقسم الناس بتوعها شويه ممكن يشتروا الرو ماتيريال، الناس تشتري الثانيه تجوز، الناس تشتري وات ايفر ايه يعني. على الناس تشتري الاسيتس، الناس تشتري حاجات الماشينري، كل شركه على حسب يعني اللوجيك بتاعها. طيب فانا باختصار كده بتبدا تدخل الماتيريال وانا اقول له هشتري ماتيريال اسمها 100-100 دي تمام. فبيقول لك دخل البلانت، اقول له في بلانت 1000 يعني البلانت ده قلنا اللي هو المصنع او المخزن اللي هيشتري فيه ده. طيب هو ده العمله بتاعته بالدولار فانا عايز احولها اخليها باليورو. طيب احنا كنا حاطين في المصدر ده ان هو بالدولار تبقى يعني ستاندر يعني. انتر بيقول لي نت برايس، عايز ندخل له نت برايس. اقول له مثلا ب1000 تمام. اقول له ب1000 يورو ليه القطعه مثلا يعني. اطلب انا كام؟ اطلب انا 10 خلاص. فكده 10 دول بكام؟ ب 10000 يورو. هنا دي الكونديشنز اللي انا بقول لك عليها. يعني انا واضح ان المورد ده مع الماتيريال دي معلوش كونديشن، هو بس البرايس. لكن انت ممكن تلاقي هنا ايه؟ في كونديشنز كتير قوي نازله له اوتوماتيك بناء على السكيم. تريد بقى مش عارف جريس برايس ديسكاونت وات ايفر بقى ايه الكاستم، الحاجات اللي انت متفق بيها مع المورد بتاعك. خلاص فبتلاقي هنا كونديشنز يبقى المشتريات ايه مدخلاها كلها. طيب فانا ايه دي السكرين الخاص لاداره المشتريات. يعني مفيش حد في الحسابات على الغالب يعني هو اللي بيخش يتارجت الكلام ده تمام. انا هسيب في او ده قال لي ايه في او ده كريتد هياخد رقمه. طبعا هنا ممكن تلاقي بقى في حاجه اسمها ريليز استراتيجي. يعني والله لما البي او ده مثلا يبقى مبلغه اكتر من 20000 لازم مثلا السي اف او يدي ابروف عليه. لو هو اكتر من 10000 ممكن بس مدير اداره المشتريات بس هو اللي يوافق عليه، اللي هو ايه شويه موافقات او بنسميها الريليز استراتيجي. فانت كل الكلام ده حسب الاستراتيجي اللي موجوده في المخزن. طيب انا هستلم البضاعه دي في المخازن فنخش على ترانزكشن اسمها نيدو. دي طبعا المسؤول عنها هو امناء المخازن، هم اللي بيستلموا البضاعه. بيستلموها بناء على رقم البي او، فهو جاست بيطول معاك رقم البي او، بيدخل رقم البي او ده هنا فبيديله بيقول له والله ان هي فيها 10، فلو الايتم تمام 10 بيقول له ايتم اوكي خلاص، لو هم مثلا 8 5 بيبدا يغير. الكلام ده كله مين؟ خاص باداره المكان تمام؟ تشيك وابدا ان انا ايه؟ يقول لي دخل الستوريج لوكيشن هتبتدي تجيب بضاعه دي. دخل الستوريج لوكيشن هو 3 اصفار 1 كاس. واقول له ايه؟ تشيك. قال لي تمام. اوكي دوكيمنت اوكي. واقول له ايه؟ فور. جاست ان انا عملت فور قال لي ماتيريال دوكيمنت ايه؟ فور. اه لما انا عملت الاستلام هنا حصل تاثير مالي اوتوماتيك من غير ما حد يعمل كود او حاجه. طبيعة الاوتوماتيك. واقول له ديسبلاي الدوكيمنت العصبي دي دوكيمنت انفو انتر ادي الاف اي دوكيمنت. طلع لي هنا حاجة اسمها اكونتنج دوكيمنت، حاجة اسمها بروفيت سنتر دوكيمنت. دي خاصة بالبروفيت سنتر. خلينا بس في الاكونتنج دوكيمنت اللي هي القيود المحاسبية. ايه الكويد ده؟ طيب تعالى نشرح ايه الكويد. طيب قبل ما نشرح الكويد ده عايز اشرح لكم حاجة في المثالية المهمة قوي.
بعد كده نعمل ديسبلاي للبي او ام اي 23 ان. اولا ادي البي او صح، كان في الماتيريال دي دبل كليك عليها كده، انا دبل كليك عليها، فدي ده الماتيريال ماستر داتا فيها شويه فيو شويه داتا كتير قوي، فانا محتاج فيو فيها فيو. خدوا بالكم بقى فيها فيو خاص بالاكونت ده مهم قوي الماتيريال ده. طيب اللي انا محتاجكم تفهموه كويس قوي في الفيو ده، اول حاجه اسمها الفالويشن كلاس ماشي، تاني حاجه اسمها البرايس كنترول، دول لازم تبقوا فاهمهم كويس قوي طول ما انت ليك علاقه بالاداره الماليه. ايه الفالويشن كلاس وايه البرايس كنترول اس؟ الحاجات دي موجود جوه ايه؟ تعالى نبص كده. اولا الاس دي هم حاجتين، يا اما ستاندرد برايس يا اما موفينج افريج برايس. تمام، ايه الفالويشن كلاس؟ هتلاقي ان ده سيمي فينيش برودكت. فرق معايا ايه؟ بص اختار كده يا جماعه، الفالويشن كلاس ده بيساوي جي ال، يعني ده في الاخر الكود ده مربوط بشويه جي ال، والله لما استلم البضاعه دي يرمي لي على حساب الستوك ده، حساب الستوك ده جابه منين؟ بناء على الفالويشن كلاس ده. دي حاجه احنا بناخدها في بدايه المشروع كونفجريشن، احنا بنثبت الارقام دي لما اصرفها الديبت حساب الكوجز ده مثلا بناء للماتيريال دي اللي هو تكلفه البضاعه المباعه. الحسابات دي بتيجي منين؟ عن طريق الفالويشن كلاس. فانا النهارده لو استلمت مواد خام موجوده ديبت حساب الخاص بالمواد الخام اللي هو الرو ماتيريال صح كده؟ فبيبقى عندي فالويشن كلاس اسمه رو ماتيريال. لو انا بصنع فدي سيمي فينج، المفروض لما اجي استلمها اقول له ديبت سيمي فينج، عندي فالويشن كلاس اسمه سيمي فينج. وات ايفر بقى ايه هي التايبس اللي عندك، فبنبدا ان احنا نكريت الفالويشن كلاس ده. فده باختصار هو بيحدد الجي ال. طيب ايه الستاندرد؟ طيب الستاندرد ده بص، اولا الافريج يعني اولا رقم واحد كده الفي اللي هو الافريج. الافريج ده ان انا لو عندي ماده خام النهارده فممكن اشتري مثلا ايه؟ الواحده تكون ب 10 خلاص؟ بعد كده اشتري واحده بكام؟ ب 15 خلاص؟ كده دول كام؟ 25 على الاثنين، يبقى الموفينج افريج كام؟ 15 ونص خلاص؟ فغالبا الرو ماتيريال بتكون موفينج افريج، يعني بيفعل سعر الماتيريال، فتيجي انا تلاقي يعني بتلاقي الموفينج افريج هنا بناء على اللهم صل على سيدنا محمد، بناء على عدد الوحدات اللي عندك على توتال الفاليو بتاعهم، فبيديك الايه؟ متوسط السعر ببساطه. تمام؟ طيب جميل قوي، فده متوسط السعر. طيب فده لما انا اختار الموفينج افريج، خد بالك ان انا عندي ستاندر ومديني موفينج افريج، بس ده جاست حاجه احصائيه. انا يفرق معايا ايه ستاندر ده بقى؟ يعني ده كده ده باختصار فكره الموفينج افريج، واظن ان كلكم عارفينها فاهمين يعني ايه موفينج افريج. ايه بقى الستاندر ده؟ الستاندر ده انا النهارده لو بصنع، لو انا ايه؟ بصنع فينج برودكت خلاص؟ هل انا النهارده لما اجي اصنع المنتج انا عندي مخزن صح؟ عندي مخزن فيه مواد خام اللي انا محتاجها للتصنيع، وعندي عماله صح كده؟ عندي شويه هنا عماله ودي مواد خام صح كده؟ وعندي المفروض في ماشين استخدمها، ماشين دي ليها ديبريشيشن صح كده؟ وفي ليبر في عماله صح كده؟ وحاجات كتير قوي صح؟ انا النهارده عشان اصنع مثلا واحده فانا عارف از ستاندرد محتاج مثلا كيلو جرام من الماده الفلانيه، ومحتاج ساعه من المكنه الفلانيه، ومحتاج ساعه من العامل الفلاني صح؟
صح؟ طيب انا كل الحاجات دي انا بقصها استيميشن، فالماده الفلانيه دي ممكن سعرها يكون يتغير، صح؟ ممكن مثلا بتلاقي لي والله المحله المفروض ب 10 ممكن تبقى ب 12. طب انا ما اعرفش الماشين ممكن بدل ما تشتغل ساعه ممكن تشتغل ساعه وشويه، ممكن الديبريشيشن يعلى، ممكن العامل يهدر، في حاجات كتير قوي، عوامل كتير قوي ما تقدرش تعرفني الاكشوال كوست اللي هتحصل للماده اللي انا بصنعها دي هتكون كام في نهايه الشهر، صح؟ طيب فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها ستاندرد كوست استيميت، يعني ببدا احط تكليف معياريه للماتيريال دي. انا عشان اعمل التكلفه المعياريه دي بحط اسمها ايه؟ ستاندرد كوست، يعني انا مثبت سعرها وحاطط لها استيميشن. وبيجي بقى لما باجي بصرف بيحصل والله بشوف الماتيريال بكام والليبر بكام، ويبدا يحصل حاجه اسمها ايه؟ فاريانسز. انا عشان اعمل الكلام ده كله واثبت سعر الماتيريال دي فبختار ان الانديكيتور بتاعها بيكون ستاندرد. طيب بيفرق معايا ايه في السيستم؟ ان انت حضرتك لما تيجي تستلم او تحرك البضاعه دي بيكون بناء على الستاندرد كوست مش الموفينج افريج. خلاص؟ تعال نشوف المثال اللي قدامنا ده كويس ايه اللي حصل. خد بالك ان انا كنت اصلا عامل كام؟ انا قلت 10 قطع والقطع ب 1000، صح؟ طيب هو عمل كريدت لحساب الجي ار اي ار بكام؟ ب 10000، لكن حساب الانفنتوري عمل كام؟ 1359 بكام؟ و80 قرش. جاب منين الرقم ده؟ انا نبص في تعالى نقسمه الاول. هنقسم الرقم ده على 10، ده كده ده ثمن 10 قطع و 1359 على 10. قال لك القطعه الواحده بكام؟ ب 135 98 100 يورو اللي هم موجودين. فده الايه؟ الستاندرد برايس. هو لما جه يستلم الماتيريال دي استلمها بناء على ايه؟ على الستاندرد برايس. تمام؟ لكن لو كانت موفنج افريج كان هيستلمها بال 10000 عادي بالمبلغ اللي انت طالبها ويروح يابديت الايه؟ الموفنج افريج. لكن في ما هي ستاندرد يستلمها بالستاندرد برايس بتاعها والباقي بيعتبره ان هو ايه؟ فاريانس. يقول لك ان انت كده ايه؟ في انت دي المفروض ثمنها 1359 يعني انت بتصنعها معروف ان ثمنها كذا. فانت مثلا جيت اشتريتها من بره نتيجه ان انت عايز تبيع مثلا مش قادر تستنى الانتاج. فانت كده معناها ان انت عملت كورس زياده بمبلغ 8640 ده لوز فاريانس الناتج عن ان انت عارف تكلفتها عندك الشركه بتكلف كذا ده حساب فاريانس. خلاص؟ الفكره ان انتوا كده يعني طلبتوا من الخلق. طيب انا كده استلمت في المخزن. لو كانت موفنج افريج ما كانش هتلاقي دي انت هتلاقي ديبت الفينيشد جودز دي او الانفينيشد جودز ب 10000 وكده جي ار اي ار بس خلاص. لو كان عندك كونديشن كنت هتلاقيهم تحت. انا كده عملت استلامة المخزن. الخطوه اللي جايه ان انا اخد رقم البي او ده وابدا اعمل له فاتوره. فاخش على ترانزاكشن اسمها نيرو. خلاص؟ طبعا ده المفروض بيبقى انفويس هنا. تبدا تكتب التاريخ. تكتب هنا رقم البي او. هو اوتوماتيك بيقول لك ايه؟ ب 10000 اللي هم ال 10 قطع. لو في تاكس عايز تكتب تاكس ممكن تكتب التاكس. خلاص؟ او ان انت ايه؟ 10000 على طول. وقال لك ان الفيندر ده سبجكت لوزنج تاكس هيخصم منه 0.5% ان انا محطوط له ان ده بيتخصم عليه. طيب تعالى نحسب عليها ضريبه كمان 10%. محتاج بس تختار تحت عشان انا كنت مدخله الاول 0%. 10% فانا كده زودت كام؟ 1000. كده الفندق ده عايز 11000 اللي هم 10000 البضاعه وفي 1000 ضريبه هو كده هيستفاد كام؟ 11000. طيب تعالى نسيموليت. احنا قلنا ان حساب الجي ار اي ار لازم يتقفل. ادي حساب الايه؟ الجي ار اي ار اول حاجه تبص عليها. تتقفل بقى ديبت هو كان كريدت صح؟ خلاص كده انا قفلت وعندك شركة الأمل كانت المفروض تبقى 11000 ولكن أنا خصمت منها 50 يورو علشان نص في المية والهولدنج تاكس والضريبة اللي هي بإيه؟ ب 1000. طيب أقول له كده الكود تمام فأبدأ أقول له إيه؟ فوز.
قال لك دوكيمنت ايه فوتس على كان ديسبلاي. خد بالك ان الرقم ده رقم الفاتوره في الماتيريال مانجمنت الام ام رقم الانفويس، لكن انا عندي في الاف اي عندي رقم اكاونت دوك. لما ادوس على فولو اون دوكيمنت هنا يطلع لي رقم الاكاونت دوكيمنت ده اللي انا بتعامل بيه في اداره المستثمرات. ادي شركه الامل. طيب خد بالك بقى حاجه مهمه قوي، احنا قلنا في حاجه اسمها دوكيمنت تايب، هنا اسمها ايه ار اي. ار اي دي معناها لوجيستكس انفويس. على كده انا ببص على كشف كتاب المورد ده اف بي ال 1 ال 917. ادي جات لك الفاتوره اللي هي الايه الار اي اللي هي اللوجيستكس انفويس. لو انا من هنا من الاف اي دوست عليها دبل كده عايز تجيب الكويس اهو، ادي شكل الكويس تمام، وادي الهيدر هنا. بص بقى دي مهمه قوي، قال لك من ترانزاكشن اللي هي نيرو اللي هي يعني في الام ام، لو بص دبل كليك على الريفرنس كده دبل كليك وداني على الفاتوره في الام ام. بس طبعا عشان تشوف السكرين دي لازم يكون لي اوثرايزيشن على السكرين دي. طيب انا من هنا برضه اقدر اشوف البي او، ادي البي او لو دبل كليك كده على البيرسز اوردر ادي وداني للبي او الخاص بالفاتوره دي. شوف انا كنت بكشف حساب المارجن رحت على الفاتوره في الام ام وشلت البي او اللي عملته اداره المشتريات. طيب تقدر مثلا تيجي هنا على الهيدر تشوف الستيتس، انت طلبت 10 بكذا وصل 10 10000 ستيل تو ديليفر مفيش حاجه ناقصه، انفويس عملت انفويس ب 10 ريفيك الستيتس. طيب دي حاجه. تاني حاجه مهمه خش في الايتم ديتيلز هنا تحت، في عندك حاجه اسمها بيرشيز اوردر هيستوري. قال لك البيرشيز اوردر هيستوري ده كان عليه استلامه مخازن اهي اللي هي جود ريسيت وعليه انفويس ريسيت، عايز اشوف الاستلامه هدوس عليها هنا. فكده كده عايز توصل لكل حاجه خاصه بالبي او ده، وادي جود الاستلامه تمام. هقفل ده، عايز من البي او اشوف الفاتوره اهي، عايز من الفاتوره اوصل للاكونتنج دوكيمنت اهو خلاص. تعالى نرجع تاني بقى زي ما قلنا، انا كده ايه ادي الار اي وادي الفاتوره، وانا كده في كشف ايه كتاب المورد. تيجي عادي خالص تقدر ان انت تسددها بنفس الطرق اللي احنا شفناها النهارده مع بعض في النهارده.